مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس في شهر رمضان المبارك. أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات بإذن الله. النهارده بنتكلم عن حدث اقتصادي أعتقد أنه ليه أهمية كبيرة جدا ويكون ليه تأثير كبير على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة بإذن الله. يوم 17 مارس استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المفوضية الأوروبية وعدد من رؤساء الدول الأوروبية من خلال شراكات مع الاتحاد الأوروبي. شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي وأثرها على الاقتصاد المصري والعائد الاقتصادي الخاص بها من الموضوعات المهمة اللي بنهتم بها وبنشوف تأثيرها وانعكاسها على الناحية الاقتصادية. ده هيكون موضوعنا مع حضراتكم النهاردة، واللي بيشرفنا فيه دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي للتعرف على كل الأبعاد الخاصة بهذا الموضوع. لكن قبل ما نبدأ حوارنا أتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. رقي رفيع المستوى زيارة مهمة إلى مصر، وذلك في إطار محادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقد شمل الوفد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فون دير لاين برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر ديكرو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلاني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. من الجدير بالذكر أن الزيارة تمثل رسالة دعم قوية وتأكيد على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة الأمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الإفريقية، وترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر شديد الأهمية، حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية معها، وهو تأكيد على المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية لقائنا وشفنا وتابعنا من خلال التقرير بالفعل العديد من الشراكات اللي تمت أثناء اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية وأيضا عدد من رؤساء الدول في كافة المجالات. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، العائد الخاص بها على النواحي الاقتصادية، الاستفادة والميزة النسبية اللي بتحققها الدولة المصرية، ده اللي هنعرفه النهاردة. ولكن في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. كل سنه وحضرتك طيب. الحقيقه يعني احنا كلنا تابعنا وجود المفوضيه الاوروبيه، رئيسه المفوضيه الاوروبيه، عدد من رؤساء الدول. بدايه الاتحاد الاوروبي وهو تكتل اقتصادي ضمن عدد من التكتلات الاقتصاديه اللي بتشارك فيها الدوله المصريه. اختلاف والميزة الإضافية اللي بتمتلكها أو بتضاف للدولة المصرية نتاج هذا التواجد أو هذه الشراكة. هي الفكرة كلها أنه الاتحاد الأوروبي مهتم بالدولة المصرية في الأونة الأخيرة، خاصة بعد انضمام مصر إلى يعني مجموعة البريكس، واللي أعتقد يعني خلينا نتكلم بشكل نمطي أكتر، مصر تقريبا عدد السكان فيها بتخطى 100 مليون، فهم يعني عدد سكان الاتحاد الأوروبي تقريبا بيصل إلى 450 مليون، فهم بيتكلموا على سوق استهلاك كبير جدا. فالاتحاد الأوروبي بيركز على انه النهارده مش بيخاطب دول البريكس، لو بيخاطب دول البريكس من خلال مصر. فالفكره كلها انه احنا ايضا لنا مكاسب من 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 هذه الاتفاقيات، انه الاتحاد الأوروبي سوق كبير جدا، عدد سكان بيصل الى 450 مليون نسمه، بيشكلوا تقريبا 42.4 من حجم القاره الاوروبيه، بيتحدثوا تقريبا 27 لغه، فدي يعني شيء مميز جدا انك انت النهارده لما بتصدري حاجه او بتعملي استثمارات فهتصل الى كل الدول وهيكون فيها نفع بالتالي على مصر بشكل كبير جدا، علاوه على انه الفائده الحقيقيه جدا انك انت عايزه تصدري للعالم المصري صنع في مصر، عايزه تقول ان انا عندك ان انت عندك استثمارات، عندك صناعات، نعم. عندك بنية تحتية، عندك بقى الحاجات اللي هي الجديدة المهمة جدا، استدامة خضراء وطاقة خضراء وتحول أخضر وتحول رقمي وتكنولوجيا رقمية. هم بيركزوا بشكل كبير جدا الاتحاد الأوروبي على الحاجات دي، فشايف إنه مصر لديها سوق كبير، وشايف إنه مصر تطلعاتها في المنطقة العربية وبوابة لإفريقيا، خاصة إن إحنا على
السنة الثالثة على التوالي بناخد رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمارات. تمام. فدي هتساعد بشكل أو بآخر إن إحنا النهاردة نتقلد مراتب كبيرة جدا في كل المؤشرات اللي إحنا مهتمين بيها. تمام. إذن هذا بيعطي مؤشر عن المزايا النسبية اللي بتمتلكها الدولة المصرية. قبل ما نتكلم عن تفاصيل هذه الشراكات، طبيعة هذه الشراكة، البعض يتساءل هل هي هتكون عبارة عن كلها شراكات استثمارية من قبل دول الاتحاد الأوروبي مع الدولة المصرية؟ هل هي في هيئة قروض؟ هل هي في هيئة منح؟ طبيعة الشراكة بتكون إزاي؟ هي الشراكة مقسمة إلى ثلاثة جوانب. الجانب الأول متعلق بأنه مصر في أزمة، ومصر بتمر بمرحلة عصيبة جدا، خاصة في عجز موازنة وحجم دين خارجي. لما نعدد حتى الأزمات هتلاقي أن مؤشر السياحة يكون منخفض بشكل كبير جدا. هم شايفين أيضا وفقا لتصريحات السيد الرئيس السي أن دخل قناة السويس تأثر بنسبة 50% نتيجة للمشاكل اللي موجودة في البحر الأحمر، فضلا عن أنه بعض الاضطرابات اللي موجودة مع الدولة الفلسطينية مع الدولة الإسرائيلية. فأنت النهاردة عندك كل الجوانب اللي حواليك ملتهبة بشكل أو بآخر، فهم شايفين انه مصر لابد من مساندتها في هذا التوقيت، لانه توقيت صعب جدا، وخاصه بعد صفقه راس الحكمه الضخمه جدا، فدي بتسمع في الاجواء الاوروبيه والاجواء الامريكيه بشكل اوسع. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه هم شايفين ان في جزء مخصص، جزء الاكبر بقى هو انه في استثمارات، يجب ان يكون هناك استثمارات بشكل كبير جدا، والاستثمارات دي هم عايزين يعملوها او يوصلوها لحجم الشراكه الاستراتيجيه. نعم. استراتيجيه يعني ايه؟ يعني أنا النهاردة لما هصدر لحضرتك صناعات تحويلية أو أعمل لك صادرات زراعية، برضو مصر هتستورد حاجات من الاتحاد الأوروبي، هنعمل ما يسمى بالتعريفة الجمركية اللي إحنا هنتفق عليها، هنعمل تعريفة ضريبة هنتفق عليها، هنعمل اتفاقات ضريبية هنتفق عليها. شأن ما يحدث في كافة التكتلات الاقتصادية المعروفة أو في الدول اللي بتتجمع في تكتل اقتصادي واحد. دي حقيقة. هيكون عندك ليكي معاملة تفضيلية في الصادرات، هيكون ليكي معاملة تفضيلية في كل الاتفاقات اللي أنت هتتفق عليها، سواء كان عايزة بقى مواد أولية، عايزة تجذيب صناعات تكنولوجية، عايزة تعمل صناعات رقمية. فده هم عايزين يصلوا إلى حجم الشراكة الاستراتيجية. الفكرة الكبيرة جدا أو العائد الأكبر إنه هم، وده اللي احنا يهمنا، يعني احنا كان يهمنا إنه الاتحاد الأوروبي يصرح بشكل أو بآخر إن أنا هستثمر في قطاع كذا، لكن هم مهتمين بكل القطاعات، هم عايزين قطاعات كتيرة جدا، لكن التركيز الأكبر بالنسبة لهم هو الطاقة أو التحول الأخضر، لأن مصر مهتمية به. وعلى فكرة كانت الفكرة الكبيرة جدا لدى السيد الرئيس السيسي أنه على المجتمع الدولي أنه يتحمل يعني ما يسمى به أضرار التغير المناخ، حتى يمكن ما نتج من أضرار أو آثار سلبية عن التغير المناخ. يعني أنت النهاردة ما تجيش تعمل الاستثمارات. صحيح. وأنت أصلا اللي ضررني في 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 الجو وفي الصناعة، وأن أنا مش قادر أتحرك، وفي حجم مديونية في القارة الأفريقية بشكل كبير. وده كان من التوصيات اللي نتجت سواء في كوب 26 أو كوب 27 وما تلاها أيضا في كوب 20. وحتى تصريحات رئيس امريكا في هذا التوقيت قال ان احنا هندي لهذه الدول 100 مليار دولار، لكن حتى تاريخه ما حصلش حاجه. فانا اعتقد انه وجهه الاتحاد الاوروبي في هذا التوقيت لابد من مسانده مصر في جزء كبير منه. الجزء الاخير بقى وهو متعلق بيه ان مصر لديها مناخ كويس جدا، ومصر موقعها مهم جدا بالنسبه للاتحاد الاوروبي، وهم شايفين انه الهجره الى الاتحاد الاوروبي عن طريق مصر وعن طريق الحدود او غيرها، فمصر لها دور كبير جدا في تقليص حجم هذه الهجره والسيطره عليها، استيعاب المهاجرين من الدول. فهم شايفين انه مصر بتبذل جهد، فده يعتبر في مقابل ان مصر لها دور كبير جدا في هذا. ده نوع من الدعم للدوله المصريه في هذا الشان، لان بالتاكيد ده يعني بيكلف الدوله المصريه ايضا العديد والعديد من الموارد. ولكن يبقى قطاعاتنا هنا في الدولة المصرية وكيفية استثمار هذه الشراكة. احنا بنسعى الى توطين الصناعة المصرية بمختلف المجالات، فكيف يمكن الاستفادة من هذه الشراكة المصرية الأوروبية، خاصة في ظل ما تم توقيعه؟ بالفعل احنا شفنا العديد من يعني اوجه الشراكة اللي تم توقيعها. من وجهة نظر حضرتك اهمها ايه، والعائد الاقتصادي ليها في قطاع التصنيع والزراعة ايه؟ أنا شايف إنه إحنا قطاع الصناعة اللي عندنا قطاع صناعة كويس جدا، ولديه تطلعات مهمة جدا في هذا التوقيت، ولكن إحنا بينقصنا شيء واحد، هو إن إحنا نحدث هيكل الصناعة ونحدث قاعدة الصناعة، يكون عندنا صناعات ذات مدخل يحتوي على الاقتصاد الدائري. يعني إيه اقتصاد دائري؟
كان منذ 5-6 سنوات كنا بنتكلم على ما يسمى بالاقتصاد الخطي. اقتصاد خطي يعني ايه؟ يعني انا هدي صاحب المصنع مواد اوليه، اتفضل حضرتك المواد الاوليه اهي صنعها لي، وبعد ما صنعها هيخرج المنتج للسوق، مؤكد جدا ان يكون في نفايات، هذه النفايات بتضر بالمجتمع وبتضر بالبيئه وما يكونش عندك اي استثمارات فيها وما انتش عارف تعمل فيها اي شيء. لكن العالم كله بدا يتحول الى ما يسمى بالاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري ان انا النهارده هديك مدخل بيحتوي على استدامه خضراء، بيحتوي على تحول اخضر، مدخل هستخدم كل الحلقات الوسيطه والضروريه والرئيسيه في منتج اخر. يعني بعد ما تخرج هذه المنتجات هنعيد تصنيعها مره اخرى وندخلها في صناعه اخرى. يعني انا النهارده بتكلم على اقتصاد دائري، اقتصاد مش هيكون فيه مخرج بنسبه 100% 1% بيضرني كاقتصاد، بيضرني كبيئه، بيضرني كمواطن عايش على الدوله المصريه. بمعنى ان انت النهارده مش بتتكلمي على اقتصاد عادي او صناعه عاديه، بتتكلم على صناعه بتستثمر في كل جزء من الهياكل اللي ممكن كانت بتترمي. يعني نقدر نقول الاستثمار الامثل لكافه الموارد المتاحه واللي بتمتلكها الدوله، الى جانب ايضا تعظيم الفايده او القيمه المضافه من هذه الموارد. بالظبط، انت بتعيدي تدوير استخداماتك الغير ضروريه وتدخليها في صناعه ضروريه، تقوم تديك منتج مثالي وتحافظ لك على الحلقه وتوفر لك فلوس. ما انت النهارده كنت تصرفي فلوس كثيره جدا عشان انك انت تتخلصي من هذه الامور. الشيء المهم جدا والضروري جدا في هذا التوقيت ان احنا نتجه الى الاتحاد الاوروبي لتحديث قاعده الصناعه عندنا في مصر، ان احنا نجذب صناعات. يعني السيارات الكهربائيه مش موجود، نعم، بنتكلم على بعض الصناعات الوسيطه والكماليه لهذه الصناعات. نعم، فانت النهارده بتتكلم على صناعات رئيسيه وصناعات وسيطه وصناعات كماليه، انت محتاجه تدخليها في الصناعه المصريه. الاتحاد الاوروبي له باع كبير جدا في هذا النمط وساعد بشكل او باخر في الفتره الاخيره انه مؤشر الصناعه عندهم يتطور، فاحنا محتاجين نركز او نفوكس عليه بشكل كبير في هذا التوقيت. نقدر نقول ان دايما مع كل استثمارات جديده بنتساءل ازاي هنعظم الفايده او القيمه الخاصه بيها بحيث ان يكون ليها المردود على المجتمع. فيما سبق كان يعني الشريك هو اللي بيحدد نوع الاستثمار الخاص به وحده دون تدخل من الدوله، هل النهارده اصبح في فكر مختلف بحيث ان الدوله المصريه اصبحت تضع قاعده بيانات لاحتياجاتها ولما يعظم القيمه الاقتصاديه الخاصه في الدوله وأوجه التصنيع الخاصة بها، ومن ثم هي اللي بتطرح أنواع الصناعات اللي ممكن الشراكة فيها ويتم زي ما بنقول كده وين وين، يعني ميزة نسبية لكلا الطرفين؟ هو في الأونة الأخيرة بدأت الدولة المصرية تتجه إلى نمط حديث جدا في خريطة الاستثمار، أو إن هي تقول النهاردة أنا عندي صناعات شاطرة فيها وعندي صناعات يعني متوسطة فيها وعندي صناعات أنا عايز أجذبها. ما هو ده انت بتحاولي بشكل او باخر انك انت تقولي للعالم ايه خريطتك الاقتصاديه، لانه صحيح. في هذا التوقيت اي صانع قرار اقتصادي في اي دوله عارف عندك ايه، نعم، وعارف الصناعات اللي عندك وانت شاطره فيها ايه. وعلى فكره احنا بدانا في الاونه الاخيره حتى نبص على شيء مهم جدا، في بعض المستثمرين كانوا بيقول لك انا النهارده هعمل صناعه وانا مش عايز ابيعها في السوق المحلي المصري، انا عايز اصدرها بره مصر. فبدا ان نوفر له اراضي بالقرب من الموانئ، بالقرب من يعني الاطر اللي هي الحديثه جدا، كابينه تحتيه، سبل النقل. ما هو ده بيخفض التكلفه، هو هدفه الرئيسي ان هو يربح. فانت النهارده مثلا مش هيعمل صناعه تقول له روح استثمر في الصعيد وبعدين يتكبد تكاليف كبيره جدا. فالفكره انه الدوله المصريه لديها تطلعات كبيره جدا كخريطه استثماريه، وبدانا فيها لو ان الاخيره نقول والله احنا عندنا صناعات محتاجين نشتغل عليها وهنوفر اراضي وهنعمل بنيه مرفقيه وهنعمل بنيه تحتيه وهنعمل تشريعات ونعمل محفزات ونعمل تعرفه جمركيه للالات ونعمل تعريفات ضريبيه اقل ونبدا النهارده نعمل مناطق حره. وده انت بتحاولي بشكل او باخر ان انت تحطيه قدام المستثمر، لان المستثمر النهارده قرار اقتصادي بيسال هل الدوله لديها تشريعات بتدعم هذه الصناعه؟ ما انت زي ما انت عايز صناعه هو برضه هيحط فلوس، بس عايز اشوف انت هتعملي له ايه في الصناعه دي. اكيد طبعاً. يعني اي استثمار لابد ان هو يبحث عن الربحيه، ده حقيقه. فهو عايز يشوف اول ما بيسال هل الدوله دي لديها تشريعات بتدعم الصناعه، لديها محفزات، لديها حوافز. طب تاني حاجه هو بيبص على عدد الموانئ اللي موجوده، هل لديهم بنيه تحتيه. احنا كنا في استثمار افريقيا 2015 كنا بنتسال على البنيه التحتيه، كانوا المستثمرين بيسالونا في شرم الشيخ. اختلف الوضع تماما. طبعا، لا، انت بتحاولي بشكل او باخر انك انت تسوقي
كل الخرائط الاقتصاديه اللي عندك والبنيه التحتيه اللي انت عملتيها. الحقيقه النهارده وانا بتكلم عن الاستثمار انا مش بتكلم عن الدوله باجهزتها الحكوميه فقط، ولكن القطاع الخاص اصبح شريك اساسي في يعني حركه التصنيع وحركه التنميه بشكل عام. دور القطاع الخاص النهارده ومشاركته ايضا في هذه الاتفاقيات بما يعود بقى بالنفع، سواء فتح اسواق جديده، سواء تنميه الصادرات اللي بالنسبه لي، سواء الحد من بعض الواردات اللي ممكن يعني اعوضها ب صناعات محلية. وصيغة سياسات ملكية الدولة كانت واضحة جدا، والقطاع الخاص كان طالب بشكل أو بآخر أنه هو يا دولة وسعيلنا المجال شوية عشان نشتغل في بعض القطاعات الاستثمارية، وهم كانوا شايفين أنه في مزاحمة من الدولة. لكن الدولة أفصحت عن نيتها في مؤتمر اقتصادي عالمي وطرحت وصيغة سياسات ملكية الدولة، قالت أنا هشتغل في ده وهسيب ده وهفضل في ده لمدة معينة. القطاع الخاص في مصر يعني هو الحقيقة مظلوم في هذا التوقيت. ليه بقى؟ لأنه المدخل اللي داخل عنده في الصناعة هو مدخل محمل بتضخم مستورد، وبالتالي يكون المنتج النهائي يا فندم هيبقى غالي، ده طبيعي جدا. الفكرة كلها أنه إحنا في الآونة الأخيرة بدأنا نشوف أنه في ممكن يكون في شح في بعض البضائع وبعض الأشياء اللي هي ضرورية جدا للمواطن بشكل أو بآخر. لكن الدولة اشتغلت على هذا الإطار، وأعتقد أنه منذ فترة الدولة يعني يسرت الأمر في المستلزمات الخاصة بالقطاع الخاص أو خلافه. القطاع الخاص محتاج دفعة قوية جدا من الدولة، محتاج أنه إحنا نعمل له منافس تمويلية بشكل أوسع، لأن أنت حضرتك شايف النهاردة أنه في ارتفاع لأسعار الفائدة. فأنا النهاردة لو عايز أقوم عجلة الاقتصاد وأشتغل على الصناعة وأدعم الصناعة، فأنا محتاج أعمل حاجتين مهمين جدا. إن أنا النهاردة أنا شايف لو واحد عنده مصنع عايز يعمل تحديث للآلات والأدوات اللي عنده، نعم، وعايز ياخد قرض تمويلي من أحد البنوك في ظل ارتفاع هذه الفائدة، فهو الطبيعي جدا أنه مش هيروح. فأنا شايف أنه حتى في المؤتمر الاقتصادي الأخير كان سيد رئيس مجلس كان طرح أنه لابد من عمل النافذة لتمويل الصناعة خارج الإطار البنكي، وده شيء مهم جدا وإحنا بندعمهم في هذا الإطار. فأعتقد أنه القطاع الخاص له دور كبير جدا وشريك في حجم في التنمية، وأي قطاع خاص لا يكون إنتاجه بنسبة تصل إلى 75% هو محتاج دعم بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة. أخيرا يعني كيف يمكن للدولة المصرية أن تستثمر تواجدها في داخل العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم في تعظيم القيمة المضافة والمردود الاقتصادي؟ تحاول بشكل أو بآخر أن أنت تعملي تسويق ترويج لكل المناطق الاستثمارية اللي عندك وللصناعة، وأنت عايزة إيه بشكل كبير جدا، لأنه العالم بيتصارع إلى استثمارات ضخمة جدا ويتسارع إلى حجم صادرات، فأنت محتاجة تحطي العلامة المصرية صنع في مصر. عايزة أيضا تشيري إلى العالم أنه النهاردة أنت محتاجة صناعات، وأن أنت تخفض الضرائب وتعملي تعريفات أقل وتجذب استثمارات بشكل أوسع. فأعتقد أن الدولة المصرية لديها تطلعات فيها الآونة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، ولديها الموارد سواء كانت الموارد الطبيعية أو الموارد البشرية القادرة على تحقيق هذه المعادلة. تواجدنا داخل هذه التكتلات الاقتصادية في الفترة الأخيرة بيكون مؤشر عن مدى رغبة المستثمر الخارجي في التواجد في الدولة المصرية بما يعود بالنفع علينا جميعا من النواحي الاقتصادية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي، نورتني يا فندم، شكرا جزيلا. بشكر كل اللي تابعونا، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم دائما في الاقتصاد والناس.